كلام الله وكلام البشر في قصة يوسف عليه السلام بين القرآن الكريم وسفر التكوين بالكتاب المقدس لليهود والنصارى. يختلف النص القرآني اختلافا بينا عن كلام البشر، فمن ذلك النسق البديع الخارج عن المألوف من كلام العرب شعره ونثره، وكذلك اختلافه البين عن أسلوب مبلغه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أنا محمد النبي الأمي ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. بل واختلافه البين أيضا عن أسلوب الأحاديث القدسية التي أوحيت إلى الرسول بمعناها فصاغها وبلغها بأسلوبه البشري، كما يتميز بالتنوع الشديد في توجيه الخطاب بما يتناسب مع السرد، ويجسد المواقف والمعاني تجسيدا حقيقيا واقعيا من الله إلى الرسول أو إلى جماعات من الناس أو عن الله أو بضمير الغائب عن أشياء أو أشخاص أو جماعات. وكذلك الإحساس بجلال الربوبية الذي يشي به التعبير القرآني برمته، إذ يستحيل نفسيا أن يتصنع بشر تقليد هذا الأسلوب على امتداد نص بهذا القدر. كما يتميز بإعجاز الوفاء بالأهداف المتباينة والمتضادة في نفس الوقت، مثل الإيجاز الشديد أو الحذف مع الوفاء الكامل بالمعاني المرادة، كما سنرى في قصة يوسف عليه السلام، وإقناع العقل مع إمتاع العاطفة الذي يستشعره كل قارئ متدبر حتى في آيات الأحكام والتشريع. وكذلك الاختيار الدقيق للألفاظ المتقاربة التي تبدو مترادفة، بحيث تميز بين أدق الفروق في المعنى لكل منها، وبحيث إذا استبدل اللفظ بنظيره فقد النص عمق معناه ودقة تصويره وجمال جرسه. ومثال ذلك في قصة يوسف عليه السلام التمييز بين الرؤية للدلالة على الرؤية الصادقة كرؤية الأنبياء، وبين الحلم للرؤى المهوشة والهواجس المختلطة. وكذلك الاتساق اللفظي الصوتي للجمل القرآنية الذي تدركه الأذن حتى لو لم تفهم المعنى أو تعرف العربية، وترتب على ذلك سهولة نطقه باللسان وتيسير حفظه عن ظهر قلب حتى يحفظه الطفل الصغير كما حفظته الأجيال. وليس ثمة نص بهذا الطول وهذا التنوع يسره الله للحفظ ككتابه العزيز. وكذلك دلالة الجملة القرآنية بأقصر عبارة على أوسع معنى، والأمثلة على ذلك كثيرة، وبلاغة الحذف في بعض المواقف للدلالة على المعنى بأبلغ عبارة وأكثرها تأثيرا. ويتميز القصص القرآني بصفة خاصة بالآتي: وحدة أهدافها لتحقيق غايات ثلاث: إثبات الوحي والنبوة، والموعظة والاعتبار، وبيان وحدة الرسالات السماوية. وبلاغة الاختصار على سرد التفاصيل التي تخدم هذه الأهداف.
وإقحام النصائح والعظات في ثنايا كل قصة وكل موقف وحوار، والعرض التصويري الحي كما يتمثل في تصوير الصور من شكل صامت إلى منظر حي ناطق متحرك، ويتمثل كذلك في تضخيم المنظر وتجسيمه حيثما يتطلب الجو والمشهد ذلك. وتتميز القصة القرآنية أيضا بالعرض التمثيلي للقطات والمشاهد المترابطة وحذف ما لا يلزم من المشاهد إذكاء للتصور والخيال كما سنرى في سورة يوسف عليه السلام في القرآن، مقارنة بالسرد البشري لكاتب قصة يوسف عليه السلام في سفر التكوين من الكتاب المقدس لليهود والنصارى. كلام الله وكلام البشر في قصة يوسف عليه السلام بين القرآن الكريم والكتاب المقدس لليهود والنصارى. الحلقة الأولى: يوسف الغلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون.
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. وفيما يلي كلام كاتب سفر التكوين: وشتان بين كلام الله وكلام البشر. سفر التكوين الفصل 37. وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. هذه مواليد يعقوب. يوسف إذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلفة امرأتي أبيه وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته فصنع له قميصا ملونا فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته فازدادوا أيضا بغضا له فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت فها نحن حازمون حزما في الحقل وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي فقال له إخوته ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته فقال إني قد حلمت حلما أيضا وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي وقصه على أبيه وعلى إخوته فانتهره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته وأما أبوه فحفظ الأمر ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم فقال إسرائيل ليوسف أليس إخوتك يرعون عند شكيم؟ تعال فأرسلك إليهم فقال له ها أنا ذا فقال له اذهبي انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا فأرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل فسأله الرجل قائلا ماذا تطلب؟ فقال أنا طالب إخوتي أخبرني أين يرعون؟ فقال الرجل قد ارتحلوا من هنا لأني سمعتهم يقولون لنذهب إلى دوثان فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان فلما أبصروه من بعيد قبل ما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه فقال بعضهم لبعض هو ذا هذا صاحب الأحلام قادم
فالآن هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش ردي أكله، فنرى ماذا تكون أحلامه. فسمع رؤوبين وأنقذه من أيديهم وقال لا نقتله. وقال لهم رؤوبين لا تسفكوا دما، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه. فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما فرفعوا عيونهم ونظروا، وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولذانا ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. فقال يهوذا لإخوته ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه؟ تعالوا فنبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا. فسمع له إخوته. واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة، فأتوا بيوسف إلى مصر. ورجع رؤوبين إلى البئر وإذا يوسف ليس في البئر، فمزق ثيابه ثم رجع إلى إخوته وقال الولد ليس موجودا وأنا إلى أين أذهب؟ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعز وغمسوا القميص في الدم وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ فتحققه وقال قميص ابني وحش رديء أكله، افترس يوسف افتراسا. فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة، فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى وقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية، وبكى عليه أبوه. وأما المديانيون فباعوه في مصر لفوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط،